يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، لعلي في هذه المقاطع القصيرة أتحدث عن مفطرات الصيام، وسيكون التركيز على المفطرات المعاصرة التي وقع الخلاف فيها بين العلماء. أول هذه المفطرات المجمع عليها الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس، وهذا أمر معلوم لكل مسلم. ومن المفطرات التي وقع الاختلاف فيها وهي دائما تمس واقعنا معجون الأسنان، فمن العلماء من قال أنه من المفطرات لاعتبار أن المعجون يمكث بين الأسنان ويجد الإنسان طعمه في داخل فمه ربما ساعات متعددة. ومنهم من قال إن المعجون حكمه حكم السواك، والسواك لا يؤثر طعمه في الفم، والذي يظهر أن السواك لا يؤثر. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك في نهار رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصى له وهم يشاهدونه يستاك طولا وعرضا بأبي وأمي. وأما معجون الأسنان فإن الأولى للإنسان أن يجعله عند سحره وعند فطره أو عند نومه قبل أن يذهب إلى السحور، وإن استعمله فأرجو أن لا يكون عليه شيء في ذلك. من الأمثلة كذلك ذوق المرأة للطعام في نهار رمضان، والصحيح أنه لا يؤثر عليها، لأن المرأة قد تبتلى بزوج إن زاد الملح أو زاد السكر ربما تغيرت أخلاقه عليها، فالله أرحم بها، تذوقه وتمجه ولا يؤثر على صيامها. ومنها كذلك ما يوجد مما يستعمله الإنسان بسبب مرضه، فمن أمثلتها المشهورة بخاخ الربو. والصحيح أن بخاخ الربو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يكون مثل الكبسولة فترج ثم يضعها في فمه يجذب ما فيها، ما يدفعه الهواء إلى داخل رئته، فهذا إذا كان ما نسميه بخاخا فقط مجرد رذاذ وهواء فلا يؤثر عليه. القسم الثاني ما كان كالأكسجين، يعني بمعنى عنده اسطوانة ويوضع على أنفه كماما ثم بعد ذلك يستنشق هذا الهواء الذي يصل إليه، فالصحيح أنه لا يؤثر. القسم الثالث ما كان كبسولة، ويقصد بالكبسولة حبة صغيرة مثل كبسولة المضاد الحيوي ترج ثم بعد ذلك يصل إلى جوفه هذا المسحوق، فالأحوط في الثالث والأخير أن يقضي شفانا الله وإخواننا المسلمين من كل مرض.